سالم اجى لعندي قال لي انه عنده انسداد في الامر، ما بينام منيح بالليل، بيصحى الصبح تعبان، دائما اثناء النهار نعسان، تركيزه ضعيف، بيجر بسرعه، بيعصب بسرعه. طبعا مع فحص انفه كان في عنده اوداد بالحاجز الانفي وعنده كمان تضخم بالقرنيات. فبالتالي نصحناه بعمليه تصليح التنفس، بنفس الوقت كمان حب يصلح شكل انفه، انفه كان عريض وعنده كمان هبوط كان بزوه الانف، فشوفوا طبعا من ناحيه الشكل الانف العريض كله تصلح بشكل كامل، كان عنده هبوط بالانف بنسميه دوبي نوز، لاحظ افكتيف هابت كمان، عم بجلس انف مثل السيف مستقيم تمام، شوفوا اخذ بوفال كثير حلو، اعطاه منظر جمالي، منظر شبابي كثير بعد العمليه. هالانف العريض هذا كله صلح، الاعوجاج كان عنده هون بالحاجز الانفي كمان صلحناه، فراح له كيف الارنبه كيف صلحت التناظر، صار عنده شكل جميل، صار شكل مقبول اكثر واحلى. فطبعا استفاد حاجتين من العمليه، استفاد من ناحيه تجميليه ما يكون شايفين، اعطاه منظر جمالي وشبابي، وكمان من الناحيه الوظيفيه التنفس صار عنده طبيعي بعد العمليه، عدلنا الحاجز الانفي وصغرنا كمان القرنيات الانفيه، فصار نومه افضل، بيصحى الصبح نشيط، اسنانه دائما نشيط، ما عاد في عنده نعاس، ما عاد يتجر بسرعه، ما عاد يعصب بسرعه، انه ما كان عنده اكسجين كافي عم يوصل على 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 المخ، فكان عدم وصول الاكسجين الكافي على المخ بسبب انسداد الانف بسبب نوع من انه التعب، الارهاق والضجر السريع والعصبيه كمان، وكمان دائما الشخص بيساوي نعسان ومرهق. فعملية سالم استفاد منها من ناحية التجميل الوظيفية، ويوم واحد بالمستشفى بشار بزغي معكم مركزنا في لندن هاري سيتي دبي شارع الشيخ زايد.